ارتفعت وتيرة حمى الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل أيام على الجولة الأولى وسط متابعة من الفرنسيين والمراقبين والمهتمين لاستطلاعات الرأي. هذه الاستطلاعات تعطي فوزا للمرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند على الرئيس ساركوزي بنسبة 3% في الجولة الثانية. هولاند اختار مدينة ليل بشمال البلاد لإقامة مهرجانه الانتخابي، في حين أقامت مرشحة الجبهة الوطنية ماريان لوبان مهرجانها الأخير في باريس. وحرص هولاند على عدم الإعلان عن الشخصيات التي تقف إلى جانبه، لكنه لم يتمكن من التنكر لرئيس وزراء بلجيكا الذي شارك في المسيرة، بالإضافة إلى رئيسة بلدية ليل مارتين أوبري التي تشغل أيضا منصب رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي. صافح هولاند أنصاره لمدة 10 دقائق في طريقه إلى خشبة المسرح، وحث الفرنسيين على الخروج والتصويت لصالحه في الجولة الأولى من الانتخابات وعدم الانتظار للجولة الثانية، وتعهد بفرض ضريبة على العمليات المالية لتمويل الاستثمار وفرص العمل، وقال إنه يريد البنك المركزي الأوروبي أن يقرض مباشرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. نريد التغيير من أجل فرنسا لتعود إلى الانتعاش الصناعي، التغيير من أجل أوروبا التي يجب أن تكون قادرة على السيطرة على الأمور المالية، لأن أوروبا التي كانت قادرة على مواجهة ما كان يقسمنا يجب أن تكون قادرة على الكفاح من أجل ما ينبغي أن يوحد بيننا. وفي باريس كانت مرشحة الجبهة الوطنية ماريان لوبان تتحرك وفق عنوان حماسي اعتبرت فيه نفسها أنها الاستثناء في هذه الانتخابات الفرنسية، وقالت أكثر من مرة إنها الوحيدة من بين المرشحين التي يمكن لها أن تحمي الثقافة الفرنسية. واستخدمت لوبان عمليات القتل الأخيرة التي جرت في تولوز وغيرها من الجرائم ذات الصلة، بالإضافة إلى الحديث عن رأس المال السياسي. نحن نريد الفرنسيين الذين يحبون العلم وفخورون ببلادهم. ويبدو أن تصريحات لوبان أثارت حفيظة بعض الرافضين لهذا الطرح، فانطلقت مظاهرة صغيرة شارك فيها بضع مئات رفعوا اليافطات والشعارات المناهضة للجبهة الوطنية في باريس. عصام عبد الله، BBC.